السلام عليكم. شاهدنا في الحلقة السابقة جهاز قياس كهربائي قمنا عبره بقياس الجهد الكهربائي وحتى أنه قمنا عبره بتحديد الطور بدقة. هذا الجهاز يسمى بكاشف الجهد، وهو جهاز قياس معتمد بكثرة من طرف الكهربائيين ويستعمل كثيرا. في هذه الحلقة سنتعرف على أبرز خصائص ومهام هذا الجهاز الخاص بقياس الجهد الكهربائي مع بعض الميزات الإضافية الأخرى. كل ذلك بعد الفاصل القصير. مرحبا بكم مرة أخرى. كما تلاحظون فإن كاشف الجهد الذي أمامنا يتكون من عدة مصابيح للإشارة. كل مصباح يوافقه جهد كهربائي معين، ابتداء من 12 فولت إلى غاية 400 فولت. بالنسبة للقياسات 362 كيلو أوم، فهي خاصة بقياس الموصلية الكهربائية. يتكون هذا الجهاز من زرين للضغط. الأول يوجد في الأمام، أوتو تست، هو لتجربة الجهاز قبل كل استعمال لمعرفة قدرة بطاريته أو قدرة قياسه وأنه سيقوم بالقياس جيدا. عند الضغط على زر التجريب نلاحظ أن الجهاز يصدر صوت رنين وكل أضواء الإشارة هي مضيئة، وهو ما يعني أن الجهاز في حال جيدة للقياس من حيث البطارية وطريقة العمل. بالنسبة للزر الثاني وهو زر يوجد خلف الجهاز، هو زر خاص بالموصلية الكهربائية أو التماس والتواصل. لابد من الضغط عليه مطولا أثناء عملية قياس الموصلية أو التوصيل. نلاحظ أننا عندما نقوم بعملية قياس الموصلية تضيء مصابيح الموصلية، وهو ما يعني أن صوت الرنين الحالي هو إشارة عن تواجد تماس أو تواصل. الخاصية الثالثة لهذا الجهاز وهي الخاصية الأهم، وهو أنه يكشف لنا الطور أو الفاز، وهو ما يجعلنا نميز بينه وبين النوتر أو البارد. كما تلاحظون هنا الوميض يعني أن هذا القطب هو للطور أو الفاز، بينما هنا لا يتوجد أي وميض، وهو ما يعني أن هذا السلك هو النوتر أو سلك توصيل مصباح حسب التركيب الذي نقوم بقياسه. الخاصية الرابعة وهي الخاصية الأساسية لهذا الجهاز وهي الكشف عن الجهد الكهربائي وتحديد قيمته. عندما نقوم بالقياس مباشرة بين الأقطاب المغذية لهذا المقبس، يومض الجهاز حتى مصباح الإشارة 230 فولت، وهو ما يعني أن الجهد الكهربائي هنا هو 230 فولت. يصدر أيضا صوت رنين للإشارة عند تواجد جهد مثل كل القياسات الأخرى. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.